أول دكتور بالعلوم بكل قارة آسيا. يوسف بكرم، إهدان يوسف بكرم، وقفة أساسية وتبليشة حلقة، بس كمان تمثال كتير مهم لعلامة جبرائيل الصهيوني. إليه خبرني شوي وين وصلنا وشو رح نعمل اليوم. نحن قدام كنيسة مارجريس تنحكي عن هالبطل، أكيد رح نحكي عن البطل يوسف بكرم وغيرهم من الشخصيات يلي عطيتهم إهدان جبرائيل الصهيوني الكرمي الإهدني، هالشخصية العظيمة اللي خلقت هون بإهدن سنة 1577 وأرسلها البطريرك الرزي على المدرسة المارونية بروما، كان عمره 7 سنين. عد معي كم لغة برع فيها: رجل اللغات، العربي، السرياني، العبري، الفرنسي، التركي، اليوناني، اللاتيني، الإيطالي. شخصية استثنائية عطيت لفرنسا مثل أهم الشخصيات الأدبية.